كترت أعذارك يا بيتسو وكترت مبرراتك وأخطائك ما بقتش مقبولة. مساء الخير عليكم. أولاً عايز أقول هارد لك لينا إحنا كجمهور إن إحنا فعلاً اتحرق دمنا بدرجة كبيرة جداً جداً. عايز أوضح حاجة مهمة لكل المشاهدين، أنا مشكلتي مش في الخسارة أبداً أبداً، أنا مشكلتي في حاجتين. ان انت تلعب كورة وتعمل اللي عليك وتخسر عادي، ان انت ما تكونش موفق عادي، خلاص دي حاجة بتاعت ربنا، ولكن ان احنا نشوف النادي الاهلي بالشكل ده وبالعجز ده وبالمستوى العجيب الغريب اللي مش مفهوم ابدا ده، محدش بقى يجي يقول لي مبررات. موسيماني ما ينفعش تبرر اخطاء انت عملتها اليوم وكنت من احد اسباب الخسارة، ما ينفعش تيجي تقول لي اجهاد، ما ينفعش تيجي تقول لي ارضية الملعب البشعة، ما ينفعش تيجي تقول لي التحكيم المرعب. لا لا، مشكلة ان انت لما بتكون سيء تشكيلتك غلط وبتلعب بشكل غلط وحتى مش بتتدارك الاخطاء بتاعتك بتبقى النتيجة اللي احنا شفناها اليوم. والاسوأ والاوحش حاجة يعني واكتر حاجة مزعلاني، انا فعلا يعني انتوا مش تخيلين انا عندي لاج، انا مش عارفة اتكلم فعلا، يعني ان انا خسرت من فريق ده. يعني انا بالنسبة لي الفريق اليهودي ده مع كامل احترامي بقى لأي حد والناس اللي هتزعل والناس اللي هتشتم براحتكم، ولكن الفريق ده بالتحديد أنا عندي معاه مشكلة، ومشكلة كبيرة جدا جدا، أنا حبش أقول اسمه أصلا. فكون إن أنا أتغلب والاحتفالات الخزعبلية واللي هم عملوه ده كله، وإنت أصلا ترتيبك كام في جدول الدورة أنا معرفش عشان الاحتفال الجبار، علشان كده كده لما أنت بتكبر على سيدك طبيعي لازم يبقى ده رد فعلك. فأنا بالنسبة لي الحزن والأسى كله في ده، أسفة على المقدمة الطويلة بس كان لازم أقول الكلام ده علشان أشارككم الزعل اللي أنا فيه أو تشاركوني الزعل اللي أنا فيه اليوم. بداية من الشوط الأولاني نزل موسيماني بتشكيلة بالنسبة لي عليها علامة استفهام كبيرة. أنت بقالك فترة يا أيمن يا أشرف، يعني عمالين نقول لحد إمتى أيمن أشرف، أخطاء أيمن أشرف وخوفنا من أيمن أشرف. أيمن أشرف طبعا خد إنذار ده كده كده، بعدين التحكيم كان وحش بس أيمن أشرف يستحق الإنذار. طيب اخطاء من ايمن اشرف كارثيه، والفريق كله الفريق كله ما جاش. على فكره انا مش بتكلم على حد بعينه علشان الناس تقول انت بتتحاملي على كذا او على كذا، ما بتحملش على حد. انا بالنسبه لي هدفي الاول والاخير هو مصلحه النادي الاهلي. اللي بيلعب كويس بنقول له ثانك يو، بنقول له شابوه على الاداء، اللي بيلعب وحش لازم ننتقده ونشوف اداؤه. اليوم هو الكل، اليوم الفريق كله ما جاش. الباص بتاع النادي الاهلي تقريبا كانوا معزومين في خيمه رمضانيه فما جوش، اكسبت الشناوي طبعا اللي لولاه كان زمان السكور اكبر من كده، اللهم لك الحمد على الخروج بواحد صفر. يعني فعلا هو الشناوي اللي بنقول له ما تزعلش وفعلا انت ما تستحقش الخساره، بقيه الفريق كله يستحق جدا كمان، احنا ما نستحقش نزعل ولكن هم يستحقوا يخسروا. طيب تشكيل الشوط الاولاني، ياسر ابراهيم دكه. عايز تريح ياسر ابراهيم؟ يعني وجهه نظرك في انك عايز تريح ياسر ابراهيم، انا من وجهه نظري اللي بشوفها ان كان ممكن يعمل ده الماتش اللي فات، ماتش المصري وهذا الفريق اللي انا بكرهه من كل قلبي بجد. دايما الناس ما كانت تقول لي وغل الزمالك ومش عارف ايه، اقول لهم على فكره انا ما بكرهش الزمالك ابدا، مش اي مشكله مع الزمالك واصحابي زملكاويه كتير جدا، ولكن الحمد لله وبلا فخر مستحيل اصلا اعرف حد من المكان ده. يعني فانا بالنسبه لي ان انت تلعب ماتش معاه معين الشعباني مدرب تقيل جدا وقوي جدا وتلعب معاه مقعد ياسر ابراهيم اللي هو الدفاع بتاعك، ياسر ابراهيم ده الدفاع بتاعك اصلا، ومنزل عبد المنعم اللي راجع من اصابه وشفنا في اول المباراه قلع الماسك طبعا لان هو واضح انه ما كانش شايف بيه وما كانش عارف يلعب بيه. فانت قعدته الماتش اللي فات ريحته وجيت اليوم نزلته وريحت ياسر ابراهيم، وده كان اكبر خطا ان انت تبدا بايمن اشرف في مباراه زي دي، فده الخطا الاولاني من بيتسو موسيماني. تصميمك على تاو وانت شايفه انه مفيش منه امل، انت شايف ان تاو ما بيلعبش كوره، شايف ان تاو الناس كلها بتهاجمك، بس انت ماشي بمبدا كيروش. انا شايفه قدامي اليوم، والله انا شايفه اليوم قدامي كيروش ومنتخب مصر، ده اللي انا شفته وده اللي انا حسيته. يا عيني فريق تعبان وفريق ما عندوش حلول خالص، لا دفاعيه ولا هجوميه ولا بتنجانيه ولا اي حاجه خالص. فمن البدايه الشكل كان مش حلو، من البدايه مسكوا كوره دقيقتين ثلاثه ورجعت انت مسكت كوره بشكل كويس وكان في كده ايه يعني هجمتين ثلاثه شكلهم لطيف، ما كانش عندك حد يخلصهم لك، ما كانش في فينيشر، تاو عملها بشكل عبيط مره ومحمد شريف بشكل عبيط مرتين وخلاص على كده. وهوب في الدقيقه الثامنه كان بدايه الكارثه، الدقيقه الثامنه كانت بدايه الكارثه، الكوره كانت مع لاعب الفريق الثاني ومع قدامه معلول، معلول اترقص واحده في الثانيه في الثالثه
دي كانت بداية الكورة، وبعد كده اتلعبت للاعب اللي عمل العرضية. طبعا هو الأول كان معلول، ميكي حاول يجي يساند بس اللاعب عدى أصلا من الاتنين وظبط الدنيا، رجعها لورا شوية بيرفع العرضية، ميكي حاول عليها طبعا مفيش خالص ان هو كان الناحية التانية، فعلى ما جه كان هو رفع الأوفر براحته جدا وما عندوش مشكلة وبإتقان تماما. تعال انت بقى ايه الدفاع بتاعك فين؟ أيمن أشرف فين؟ يعني الكرة اللي معدية دي في الطريق كده، أيمن أشرف فين؟ أيمن أشرف مش موجود، ده كده كده عبد المنعم وقف غلط. عبد المنعم التمركز بتاعه بقالنا فترة بنقول ان هو من قبل ما يتصاب وهو مع الأهلي ما بيقفش في المكان الصح. عبد المنعم سابق بخطوة، يعني عبد المنعم سابق بخطوة تقريبا واقف قدام الشناوي ما اعرفش كان رايح يقول له ايه. اما الكرة اتلعبت ابتدى يرجع، كان خلاص كل سنة وانت طيب. قفشة في ظهر اللاعب بيحرسه، يعني قفشة واقف كده بيحرسه ما اعرفش كان بيعمل ايه، ما بيفليه مثلا بيلعب له في قفاه انا ما اعرفش. وسجل الكرة، محدش يقول خطأ الشناوي والكرة سهلة، الكرة مش سهلة خالص يا جماعة، الكرة سريعة وعملت بند في الأرض، من أصعب الكرات اللي بتبقى تعمل مشكلة الجول كيبر لما الكرة بتعمل بند في الأرض وبتطلع، وكان معاها وكانت إيده معاها أخدت إيده ودخلت، لا يسأل عنها الشناوي تماما. اللاعب الوحيد اللي أنا أستثنيه من مباراة اليوم إن هو كان أداؤه كويس جدا كان محمد الشناوي. محمد الشناوي شلك انفراد في الدقيقة 35، والله انا خلاص الجول التاني، يعني انا ماسكه قلمي وهكتب بقى الهدف التاني كذا والديتيلز بتاعت الجول، يعني انا ما صدقتش والله لما شالها. انت بجد بطل، انت بجد شابوه الشناوي، عاش جدا، كوره عظيمه تدرس بمعنى الكلمه، الانقاذ اللي عمله الشناوي في الدقيقه 35. ايمن اشرف كان فين؟ ما كانش موجود. مين اللي كان مع اللاعب المنفرد؟ كان عبد المنعم. على ما عبد المنعم جه وقرب وابتدى يجري جنبه كان اللاعب مشي وشرخ ودخل على الشناوي وشاط الكوره. واللهم لك الحمد ان انقذوا الشناوي في الانفراد. خلص الشوط على كده، قلنا هننزل الشوط الثاني، انت عندك 3 تغييرات على القليله يا بيتسو لازم تغيرهم. انت بتلعب شوط اولاني مكسور الجناح، في مكسور الجناحين قصدي، تاو ما بيعملش اي حاجه، وميكي اليوم ما كانش برضو المباراه صعبه عليه، واحنا مش عايزين نقصه على اللاعب لان هو لسه خبراته قليل، لعب كورته حلوه وكل حاجه، بس هو لازم محتاج كتير، يعني ميكي محتاج كتير، فانت الجناحين بتوعك مكسورين. طيب علي معلول في أسوأ حالاته، السولية منتهي ومجهد، وبرده مش هنقول عشان كرة وحيدة شاطها السولية على مدار المباراة احنا ما عندناش فرص أصلا لكرة الشناوي اللي كانت في نهاية المباراة، برده الشناوي السولية ما كانش موجود. قفشة لا ده قفشة ما ده قصة وحكاية ورواية وحدوتة ونقول عنه كلام زي ما أنت عايز تقول قول. عبد المنعم أخطاء مش طبيعية، أيمن أشرف منفعل على طول وعصبي منفعل وهايبر ومش واقف في مكان صح، يعني أنا مش عارفة مين تاني. محمد شريف، محمد شريف كل كورة بيبص لبيتسو موسيماني على اللاين، معرفش ليه، لاحظوا القصة دي معايا. شريف من اللعيبة اللي هي النفسية بتفرق معاها جدا جدا وعايز له تأهيل نفسي لدرجة يعني جبارة، كل حاجة وكل خطوة وكل لمسة وكل خطأ وكل كرة يقرب عليها حتى لو ما اشتركش فيها، بص على شريف هتلاقيه مش بيبص لزمايله مش بيكلم زمايله، بيبص على بيتسو موسيماني يشوف رد فعل، ودي كارثة في حد ذاتها انك تبقى بتلعب للمدرب، دي كارثة أصلا، خايف ان انت تبدل ايا كان تفكيرك، فدي مصيبة سودة. فبالتالي انت ما كانش عندك شوط أولاني كرة خالص، بتلعب كرات طولية وكلها بتروح في اللالا لاند يعني. فتمام خلصنا من الشوط الأولاني، جينا الشوط الثاني قلنا التغييرات بتاعه بيتسو موسيماني هتغير شكل المباريات، هو اكيد شايف اللي احنا فيه، اكيد شايف ان ايمن اشرف لازم يطلع لانه هيطرد، اكيد شايف ان انت عندك تاو وميكي لازم يطلعوا، اكيد شايف ان الشحات كان كويس المباراه اللي فاتت فلازم تدفع بيه، وكنا شايفين ان وكلنا شايفين وعارفين عبد القادر لازم يبقى اساسي، فقلت دي تغييرات اساسيه هيبدا الشوط الثاني هنلاقي الايه الكلام ده حصل. فوجئنا الشوط الثاني لقينا حسام حسن في الملعب، تغييرا منطقيا الحمد لله ربنا يعني يبارك لك ان انت عملت حاجه منطقيه واحده في المباراه، ايمن اشرف خرج ونزل بداله ياسر ابراهيم، فوجئنا بحسام حسن. مين اللي طلع يا عم الحاج؟ قلت اكيد محمد شريف، يعني تبديل منطقي، مين اللي هيطلع ما سترايكر ما كان سترايكر، لا فوجئنا بمحمد شريف، قلت يمكن طلع تاو، لا ما طلعش تاو، تاو موجود في الملعب مكتوب علينا، تاو ده مكتوب علينا يعني، فاحنا عملنا يعني الكونتراكت اللي مضيناه مع موسيماني كان تقريبا معاه او فوقيه كده هديه هو تاو انه اجباري هيلعب كل الايه الماتشات بتاعتنا. طيب طلع قفشه، انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ لو حد فهم طريقه اللعب بقى من وقتها يا ريت يفهمني ويفهم اللعيبه، لان اللعيبه كمان ما كانتش فاهمه هي بتعمل ايه، اللعيبه مش حاسه بمراكزها، اللعيبه ما بتلعبش بشكل كويس، اللعيبه الخطوط ما بينها يعني في جاب كبير جدا ما بين الخطوط كلها، احنا مش فاهمين هو في ايه؟ مساحات في الملعب كبيره جدا وكانك بتلعب 8 لعيبه في الملعب. فكان في حاجه غريبه جدا في التشكيله بتاعه النادي الاهلي، انا ما بقتش فاهمه هو انت بتلعب من غير بلاي ميكر، يعني انت ايه وجهه نظرك في ان انت تلعب من غير بلاي ميكر؟ يعني كنت انت هتطلع قفشه كنت نزل عبد القادر مكانه، يعني ماشي
لكن انت منزل حسام حسن ولا هنقدر نحكم على حسام حسن في المركز اللي انت ملعبه فيه، ولا احنا هنقدر نقول ان هو ادى اللي عليه ولا اي حاجه، بس انتوا عمالين تقولوا حسام حسام حسام. طب اهو خدوا حسام حسن. ده اللي موسيماني عمله. بعد كده غير تغييرات متاخره جدا، نزل الشحات بدل ميكي ونزل احمد عبد القادر بدل كريم فؤاد، طبعا ما كانوش مع بعض، تغييراته كلها متاخره وغلط وسيئه، وفي ناس في الملعب ما كانتش المفروض تكمل فضلت مكمله. فلحد امتى؟ عايز اوضح حاجه يا عم موسيماني، والله يا انت على راسنا وكل حاجه ومدرب كويس، ولكن احنا قلنا لك قبل كده بدل مره مليون، كونك ان انت جددت ده مش حصانه، يعني دي حاجه مش هتبقى انت كده محصن ان انت مكمل مع النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي قادر ان هو زي ما فضل بيدعمك فتره طويله والناس بتحاربك، قادر ان هو يخفس بيك الارض ويمشيك برضو. يعني احنا على الحال ده احنا مش هنفضل في النازل في النازل في النازل وعمالين بندور على حجج واعذار. طول ما انت بتتعنت، طول ما انت بتحب حد وبتكره حد وبتلعب اللي على مزاجك، احنا معاك في انك تعمل ده بس ادينا نتيجه. لكن تعمل ده وبلا نتيجه يبقى صدقني مش هندعمك ومش هنقف في صفك، وقادرين ان احنا نخليك ما تكملش في النادي الاهلي. دي كانت رسالتي لموسيماني، يا رب تبقى واضحه، يا رب يلملم اوراقه بسرعه، يا رب يركز بسرعه قبل مباراه الرجاء، علشان احنا مش هنقدر نتحمل نتيجه سيئه او هزيمه في القاهرة كمان بالتحديد اللي هي المباراة القادمة يعني. فبالتالي يا ريت يا موسيماني تراجع حالك كويس جدا جدا، يا ريت اللعيبة كمان تراجع حالها كويس جدا جدا. أتمنى غرامات من كابتن بيبو، أتمنى ده من كل قلبي، لأن اللعيبة ما عادش اللي عليها، اللعيبة ما كانتش بتأدي بروح قتالية، اللعيبة كانت مستهترة، بعيدا عن أن موسيماني كان متربينهم شوية، ولكن أنا برضو بلوم على اللعيبة أن ما فيش حد منهم جه خالص، ما فيش حد في مستواه، وعلامة استفهام مش مفهومة أبدا، ما حدش يقول لي إجادة عشان مش هقبل. ده بالنسبة للعيبة. شوف أنا بقالي قد ايه عماله بهاتي في كلام لازم اقول بقيه المشكلات اللي واجهت النادي الاهلي اليوم. يعني خلاص انا قلت كل حاجه مش شماعه، بس انا لازم نقول برضو العواقب اللي كانت قدام النادي الاهلي اليوم. ارضيه ملعب لا تصلح للاستصلاح الزراعي، والله غير قابله للاستصلاح الزراعي، ولا الزراعه ولا الرعي، هي قابله لصيد الاسماك نظرا لارتفاع منسوب المياه. يعني دي ارض تقعد تصطاد سمك فيها بس ما يتلعبش فيها كوره. احنا بنعيب على الملاعب الافريقيه اللي اتمنعت دلوقتي خلاص، ما بقتش بتشارك اصلا اللعيبه، الفرق اللي عندها ملاعب سيئه كده ما بتشاركش. تخيل ان احنا نبقى في الوقت ده احنا بنلعب على ملعب بالسوق ده. طب احنا يا جماعه قبل ما نروح نلعب على الملعب ده احنا ما شفناش الملعب ده. طب هو النادي الاهلي ليه ساكت؟ يعني انت ليه ساكت؟ انت ليه محسسني انك مكسور الجناح في الملعب ومكسور الجناح في كل قراراتك ومكسور الجناح في الاعتراض على التحكيم؟ تخيل معايا بقى كده لما نيجي على التحكيم، انا طبعا مش هتكلم على التعليق لان لا تعليق على التعليق، كان حاجه كده سيئه زي كل اليوم السيء اللي عدى. تخيل معايا كده لما انت يبقى عندك عاشور ساحة وحنفي فار، هيطلع الكلام زي ما احنا شفناه فعلا، حاجة قمة القرف والمهازل. الناس دي يعني انتوا شغالين كده في الايام العادية؟ يعني رمضان رمضان يا اخي يا اخي، يعني خاف كده خاف كده وانت ظالم كده وفاجر كده، ده انت في رمضان يعني، عيب عليك والله. طبعا كان في ضرب الجزاء واضحة جدا جدا جدا، وضوح الشمس لشريف. طيب الكورة كانت يعني انا حاطه الصور، يعني انا والله العظيم عاجزه عن ان اتكلم، انا عاجزه عن ان اتكلم. الصور موجوده على تويتر عشان بس برضو اللي حابب يتفرج عليها. الكور اللاعب شايط من هنا، يعني شايط من ظهر شريف من حته من عند ظهره كده وايده شلوت. هو الشلوت دلوقتي بقى عادي وقانوني، مفيش مشكله خالص ان اللاعب يتظرف شلوت ويكمل، يعني ده الطبيعي. طبعا شريف وقع على الارض والكوره كملت عادي جدا، والماتش فضل شغال لحد ما الكوره طلعت بره ووقف واتفرج. معلش عذرا، هو الكوره كانت في الدقيقه 50 مش دقيقه 30، الكوره دي كانت في الدقيقه 50 في بدايه الشوط الثاني. طيب فرجع والناس بتتكلم، وياسر ابراهيم راح له بيتكلم معاه وهو عادي وما عامل لنا ايدي كده بقى وايه، واستنى بقى بتشيك الفار والراجل بيتشيك الفار وهنروح بقى نبص على الفار كلنا. وطبعا مين قاعد فوق على الفار؟ الحنفي. حنفي يعني عارفين، وحنفي ده. وطبعا محدش قال اي حاجه. يعني انت عندك تو اوبشنز في الكوره دي، يا هتحسبها ان هي فاول واحمر مباشر ما فيهاش كلام، لان هي ممكن تكون ده من وجهه نظر الاخ اللي كان واقف ده، هي ممكن تكون على اللاين او بره اللاين. يعني محمد شريف لما تتظرف الشلوت ما كانش جوه 18، فهتحسبها فاول وهتديله احمر مباشر، يا اما هو كان على اللاين بالظبط او جوه فهتديله بينالتي واحمر مباشر. لا عمل ده ولا عمل ده ولا اتحسب اي حاجه بعدها بدقايق كوره حسام حسن. والله العظيم ما بقتش مصدقه.
عارفين حضن، حضن احنا بنحتوي بعض وبنحضن بعض، بس ده شهر المحبة فحبوا بعض حبة. هو ده اللي حصل، ويعني ده اللي حصل من دفاع المصري، حضنوا حضنوا. والصور على تويتر برضو موجودة اللي حابب يتفرج عليها، اكيد كلكم شفتوها. والكرة وده بيحاول يعدي، يا لو بيزقه والله حضنه بيزقه، يعني ده بيزق كده وده حاطه كده بدراعه وبيزق عكس الاتجاه لحد ما حسام حسن وقع. ولا حياة لمن تنادي، وهو ده التحكيم المصري اللي انتوا عايزين تقولوه قولوه، واحنا براحتنا مفيش مشكله خالص، العيب مش عليهم العيب علينا، احنا بنسكت. بيراميدز اعترض وقال لك انا مش عايز الحكم ده وليه معانا سابقه. تخيل الحكم ده ليه معانا كام سابقه، يعني تخيل كده هو ليه معانا كام سابقه، احنا ساكتين احنا حلوين وكيوت ومش هنتكلم ومش هنعترض. اصل هيقدم ولا هيأخر؟ لا هيقدم ولا هيأخر، الحكام مش تتغير، ولكن لما تعترض الحكم نفسه هيبقى عارف ان هو اون سبوت وهيبقى خايف وهيبقى عارف ان في تركيز تام معاه، فهيبتدي ان قراراته برده ما تبقاش فجره قوي كده. لكن احنا طول ما احنا ساكتين ما نرجعش نلوم اللي حالنا، وده الواقع. ده غير اللعيبه والطريقه بتاعت اللعب السمجه والوقوع على الارض والافوره واي لمسه يمسك عينه ويمسك ودنه والتمثيل الزايد. والجول كيبر طبعا في الوقت بدل الضايع، بعد ما الحكم حسب 6 دقايق وقت بدل الضايع في كوره السوليه الوحيده في المباراه، يعني وقع على الارض وقع رجلي وفاهمين بقى كده وقعوا على الارض حبه حلوين. وطبعا الاخ عاشور مستني ال6 دقايق بالظبط، بعيدا عن وقعت طبعا الجول كيبر قال لك ما جملناش دعوه مش هنحسب خلاص، مفيش بقى فيش وقت بدل ضايع تاني، وماسك بقى الساعه كل ثانيتين هادي يجيبوا الصوره عليه، باصص في ساعته بسرعه جدا عشان ينهي المباراه، لان الاهلي في الاخر كده كان ابتدى يفكر انه يمسك كره او يعمل حاجه، طبعا بلا اي هدف وبلا اي جدوى. ده ملخص مباراه اليوم. طيب حاجه تزعل وتحزن، وانا عايزه اقول لكم ان ان شاء الله ان شاء الله اكيد اكيد هيبقى في وقفه كبيره جدا مع بيتسو موسيماني اليوم ومع لاعبي النادي الاهلي. كان في موضوعات اكتر حابه ان انا اتكلم فيها، الفضيحه بتاعه هدهود والحوار بتاع الميداليات، ولكن الحلقه طويله وانا مش حابه ان انا اطول عليكم اكتر من كده، والموضوع محتاج كلام كتير جدا، فخليني في حلقه بكره ان شاء الله اتكلم معاكم تفصيلا في القصه بتاعه هدهود وسرقه الميداليات. دي كانت موضوعات حلقتي اليوم، اشوفكم على خير. ثانك يو.